السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جبل عبد بلاك سبوت لو بيت فرح أريد هذا الدارك سبوت مرة زين يجراني بشوفة صعب يعني أنا أقول لازم لابل 40 مرة صعب اليوم بلاك سبوت كل هذه مرة بلاك سبوت يقولوني في الكومنت ها اي عن روبي فنخلني قلت في فورتنايت يعني هذا اكتفي جديد او خلي روبيوكس هذا شو اسمه روبر مستري تو او هذا اسمه هذا جيم اسمه او هذا الجيم اسمه هذا وي وي سيميليتر ما ادري عنه وهذا الجيم و جيم او مقطع ثاني عن بلاك هذا عند ماجما روب كل مرة أنا بس نفسي مبتدئ في بلاكي بس أعطيني صوت أعطيني أكل دين أكلها خلي شو يصير بس يذبحون أنت نعطيني أنا بشوي شو أنا كنا بنتكلم إنجليزي بس كنا نتكلم عربي. هاي كنا نتكلم عربي. لا ما نتكلم إنجليزي. إيش؟ 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 خلي شوي شوي من صغر هنا من جوا حتى لا تذبحني على طول لو ترمو بلاك البتش حتى سمعت ايش قلت انا ما سمعني إيه ولا لا بس مو بلازم ذبح مو بلازم ذبح طبعا هي طاح يذبح اللي هو طاح فهذا كيف الإنجليزي وعليك أكثر يتكلمون هذي اطلق على انجليزي ايه انا من زمان وانا كنت ونبت تلقين كل الناس عطوني شوفة حلا من حين ما دو انتو تشوف واحد فعل وقت مفضل ينتظر دولي اثنين Irish 44 40 أركم الهوت الحبي
أنا طلعنا واحد أول مرة أخيرا واحد أخيرا طلعت على طول على الأقل اسمعني قولي كل بفوتي جد رايل اسمعني عمار الحين يقول اسمعني بس يا اخي خلاص اسمعني على الاقل مره ساعه لا تقول مره فاهم بس بس كلام جبري كلام جيش خلاص اكتب انجليزي صح ما تعرف تكتب انجليزي يا أدري إن زينة مرة 7 سنترات أعطيني لي تعدي أعطيني باص يا أفتح الميكروفون عشان يكتب ولا داري اضحك عليه هل يجوز جديدي ترى اقول ايه وبسرعة اقول ايه ترى والله فاضيين اخيرا بعد ساعتين اشي سبين تضحك عليه أوكي يا حتى ما تكتب بالانجليزي يا ليلي قاعد اتكلم انجليزي على شيء يشتكي الميكروفون انا قاعد اشتكي الميكروفون هذا ليه ما حتى ليش ما يشتغل السؤال ليش ما يستخدم
تشتغل كيبورد يلا بعيدات مكتوب كل دقيقة واحدة يا حاطم احنا ننتظر وقت النوم قمت ها وقف تحاول تبحث انت اللايت يوجد ها تشتغل من اللايت ها تعال وقف خلاص انت حقك احسن حقي ها ها وقف تحاول تبحث تعال تقلبي نفسك تضحك علي يلا انت فينك انت جبت فضلي يلا دير راسه من قروش هنا اوه وش تحاول تنجحني هلا إيمان هذا أدري أطمن خيرا رجعت بعد ثلاث ساعات بس هذا ثلاث ساعات خلاص قدرت تربحني الله يعينك هذا الجواز صحيح سمية أنا كيف حاولت تسوي شجب أخيرا جاء أضحك علي وانت الثاني هلا تجيب لي فروس وانت تبيع في نفس الوقت تبيع يلا بسرعة والله مش فاضيينك